العالم زي ما الكتاب يقول وبقى في الشرير، والتصرفات بتاعة الناس بقت معجونة بالشر. كل نوع من التعامل مع الناس في الشارع، في البيت، في المحل، في المكتب، في البنك، بتشتري، بتبيع، بتتكلم، الخطية بطبعها معدية، هي المرض. اللي بيحصل للأسف الشديد ان انت وانت عمال تتواجه مع التصرفات الخاطئة اللي بتيجي عليك، ان انت كمان بتتعدي بالخطيئة. ازاي الخطيئة تدخل جوه قلبي بالعدوى؟ انه هو بيتكلم معايا بغطرسة، فما هو بيتكلم معايا بغطرسة، غطرسته جرحتني فعملت جوايا رهب لي، فبقيت بكرهه. الخطر انه الخطية دلوقتي بقيت حاجة معدية واستطاعت انها تدخل الى كياني، وان انا كمان بقيت زي ما هو بيكرهني انا كمان بكره. بدل ما يتم فيا كلام الكتاب لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، اللي حصل انه الشر دخل جوه نفسي، ثم الجرح عمال يشتغل وينمو في قلبي وبيعمل حواجز، واجي ابص بقى على النور الابدي في وجه يسوع ملقاش وجه يسوع. بدل سلام الله الذي يفوق كل عقل، المواقف الخفيفه دي بترسب جوه النفس بذور البغضه والجراح بطريقه تدريجيه دون ان ادري. رسول بولس يقول ايه؟ لذلك ادرب نفسي ليكون لي ضمير صالح نحو الله والناس. انا في الحقيقه احبائي محتاج ان كل يوم اغسل اعماق نفسي لغايه يبقى عندي ضمير صالح. كل يوم اغسل الضمير واغسل القلب لكي يكون لي ضمير بلا عثرة، ولكي يكون لي ضمير صالح نحو الله والناس. انا هقول لك وصفه سهله جدا، لو انت عايز تتفادى عدوى الخطيه تمسك بالغفران. انا ما بقول لك احتني بالغفران، لست اقصد فقط ان تغفر للذين يسيئون اليك، لكني اقصد ايضا بالاضافه الى هذا ان كل ما تشوف خطيه تعمل ايه؟ تطلق عليها غفران. مش عايز تصرفات الرجل في الشارع البعيد عنك الذي لا يعنيك في شيء يعديك، هو ما جاش ناحيتك بس تصرفاته بتشكل جواك رد فعل من الرفض، الادانه، الحكم، الضيق منه، الغليان، الحكم عليه. انا بتكلمك النهارده عشان انت تتغسل من عدوى الخطيه، انه الخطيه ما تدخلش جواك. احتني بالغفران، اغفر له. الله يريدنا يا احبائي انه نكون كل حين ممتلئين من الروح القدس، وان تكون السكه مفتوحه كل حين عشان يعطينا الروح القدس وعشان يفيد بالحياه فينا. هذه العدوات الصغيره اللي بتاتي علينا كل يوم من جراء الخطيه المحيطه بنا بسهوله بتلوث نقاوه قلوبنا وطهارتنا وقداستنا وعفتنا، بتلوث محبتنا، بتلوث فكرنا. عايزين نطلق الغفران، يعني احنا هنحتاج الغفران عشان لا تدخل الخطيه الى نفوسنا. انا مش عايز ادي فرصه من اي نوع باي طريقه ان الخطيه تدخل الي بطريقه خبيثه من خلال العدوى بالخطيه. صوت رب لنا بطريقه محدده للادي هو ان نغتسل من العدوى بالخطيه بان نحتمي بالغفران. من فضلك اختار عشان الرب وحده انك تغفر. اغفر لهم يا ابتاه
لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. احتمي أنت بغفران دم يسوع من أن الخطية تخش جواك. اطلق عليهم غفران دم يسوع لأنهم ما يعرفوش، ما شافوش، ما عرفوش النور، مقيدين في الخطية. يمكن لما تلسوا عليهم غفران دم يسوع يجي نور يفكهم ويحفظك أنت من أن الخطية تخش جواك. باسم يسوع تغتسل قلوبنا بنعمة وبقوة غفران دم يسوع الآن من كل عدوى الخطية، من كل جراح الخطية، بروح غفران، بروح حب واتباع. امتلئ قلوبنا من أحشاء الغفران، من أحشاء الشفاعة، من أحشاء الصبر واللطف والأناة، عوضا عن البغضة والكبرياء، وعوضا عن الحكم والإدانة. بقوة غفران دم يسوع المسيح تخرج كل بغضة من كيانة في هذه الليلة باسم يسوع. تخرج كل إدانة وكبرياء وحكم على الآخرين من قلوبنا الليلة باسم الرب يسوع المسيح. باسم الرب يسوع يخرج من قلوبنا كل جرح من جراء بغضة الآخرين وانغلابهم من روح البغضة ومن أرواح الكبرياء باسم يسوع. تشفى قلوبنا من جروح الخطية اللي جات علينا باسم يسوع. تنحل قوة البغضة في اسم يسوع، في قوة غفران دم يسوع. يغفر العبيد رب نعمة وقوة غفران وخلاص وفكاك وشفاء وتحرير في غفران دم يسوع وخلاص اسم يسوع. آمين.